الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يطالبان المجتمع الدولي بالعمل على تسوية القضية الفلسطينية، ويجددان رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. في اليوم 94 على العدوان، غارات مكثفة على أنحاء غزة، ورشقات صاروخية تطال المدن الإسرائيلية، وتظاهرات للمطالبة بحل حكومة نتنياهو. قبيل أيام من جلسة محكمة العدل الدولية، اشتيا يطالب بتحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة، وبوليفيا تؤيد الدعوة المقامة ضد الاحتلال. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات موسعة بقصر الاتحادية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل لوقف لإطلاق النار، بينما استعرض الرئيس الفلسطيني مستجدات العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية. كما استقبل الرئيس السيسي أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث أكد الرئيس السيسي الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين بشأن الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبو مازن مستجدات العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وما خلفته من مأساة إنسانية كارثية، إلى جانب الأوضاع في الضفة الغربية وما تشهده من تصاعد للتوتر والعنف من قبل الجانب الإسرائيلي. ومن جانبه عرض السيد الرئيس الجهود المكثفة والاتصالات الجارية التي تقوم بها مصر مع مختلف الأطراف للدفع تجاه وقف إطلاق النار والنفاذ الفوري للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة لإنهاء معاناة المدنيين في قطاع غزة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال المباحثات تأكيد الدور المحوري الذي تطلع به السلطة الوطنية الفلسطينية وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لتقديم الدعم للسلطة للقيام بدورها، وشدد الرئيسان على أن القضية الفلسطينية تمر اليوم بمفترق طرق، مما يتطلب من المجتمع الدولي والقوى الفاعلة التحلي بأعلى درجات المسؤولية التاريخية والسياسية والإنسانية للعمل على تسوية العادلة والشاملة التي تتضمن إقامة والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتبار ذلك أيضا الضامن الأساسي للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين الرفض القاطع لأي مساعي أو محاولات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم بأي شكل من الأشكال. كما أعرب الرئيس الفلسطيني عن التقدير الكبير لدور مصر المساند والداعم للقضية الفلسطينية تاريخيا وحتى اللحظة الراهنة التي تبذل فيها مصر جهودا كبيرة ودؤوبة على جميع المستويات لحقن دماء الشعب الفلسطيني ودعم مساعيه للحصول على حقوقه المشروعة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص على التقدم بالتهنئة للسيد الرئيس على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معربا عن تمنياته لسيادته بالتوفيق والسداد لما فيه صالح الشعب المصري والأمة العربية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس
مؤكدا الحرص على استمرار نهج مصر الداعم لجامعة الدول العربية، إيمانا بدورها المحوري في العمل العربي المشترك والحفاظ على وحدة الصف العربي في مواجهة ما تتعرض له المنطقة من تحديات متشابكة وغير مسبوقة. وقد تناول اللقاء في هذا السياق أهم القضايا والتحديات المطروحة على الساحة، وعلى رأسها مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، والجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية وتفعيل مسار حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة. نجاح كبير للدبلوماسية المصرية في التعبير عن مصالح الدول الشقيقة والصديقة في ظل ثبات مواقفها البناءة تجاه مختلف القضايا. ومن هذا المنطلق تحرص مصر دوما على المشاركة في مختلف اللقاءات والاجتماعات الهادفة لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق. لطالما كانت القضية الفلسطينية في صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية في كل المراحل ورغم كل الظروف، ذلك أن دور مصر التاريخي تجاه أشقائها العرب أمر لا غنى عنه، ولا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ومن هنا تأتي القمم المصرية الفلسطينية المتواصلة أو القمم الدولية التي تنظمها أو تشارك بها مصر دعما ومساندة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الشقيق. وبينما تتبوأ القضية الفلسطينية صدارة الاهتمامات العربية منذ عام 1948، تحرص مصر على دعم القضية الفلسطينية من خلال دعم موقف عربي موحد مع تكثيف في مستوى التنسيق إزاء المستجدات والتحديات. وترعى مصر الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وتتم استضافته في القاهرة في جولات متكررة، وذلك منذ 11 من نوفمبر عام 2002، بهدف مساعدة هذه الفصائل على تحقيق الوفاق الفلسطيني. وحرصت مصر على إبلاغ الفصائل الفلسطينية منذ بداية الحوار بأنها لا تشكل بديلا عن السلطة الفلسطينية، وأن عليها جميعا التفكير في المصالح العليا للشعب الفلسطيني. عربيا وإقليميا ودوليا سعت مصر وتسعى بكل ما أوتيت من قوة لبذل جهود سياسية بشأن استعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، ومواجهة التحديات الماثلة أمام جهود نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وإنجاز حق تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الوطنية الكاملة على جميع أراضي دولة فلسطين التي احتلت في عام 67 وعاصمة القدس الشرقية. الدبلوماسية المصرية نجحت في التعبير عن مصالح الدول الأفريقية والعربية والقاعدة العريضة من الدول النامية أعضاء الأمم المتحدة، لا سيما في ضوء المبادرات التي أطلقتها خلال فترتي رئاستها للمجلس، وإعادة التركيز على الحقوق الفلسطينية، بما أسهم في اعتماد القرار التاريخي 23/34 بشأن الاستيطان. دور مصر لا يوازيه دور سواء في النطاق العربي أو حتى الإقليمي والدولي لدعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام كافة المحافل وخلال مختلف اللقاءات، باعتبارها شقيقة العرب الكبرى صاحبة المساعي المقدرة والمواقف التاريخية، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبلورة التصورات الكفيلة بتفعيل جهود استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وإلى قطاع غزة، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي المكثف على أنحاء متفرقة من القطاع لليوم 94 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات. وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مدينة دير البلح ومخيم النصيرات وسط القطاع، تزامنا مع قصف إسرائيلي عنيف على مخيم المغازي وبلدة الزويدة. كما شن طيران الاحتلال قصفا مدفعيا على منازل شرق خان يونس جنوب القطاع، وأطلقت طائرة مسيرة النار تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي جنوب شرق خان يونس. وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء القطاع منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الماضي إلى 22.835 شهيداً، وأكثر من 70% منهم نساء وأطفال، فضلاً عن 58,316 جريحاً و 7,000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض. تحت وابل الرصاص وقصف الاحتلال غير المنقطع، يعاني المرضى في قطاع غزة الأمرين، فهم لا يكادون يصلون إلى مأمن نزوحاً لأحد المستشفيات حتى ينهال القصف عليهم، وإن نجوا ووصلوا فلا دواء لهم أو لأبنائهم من الصغار. واقع صحي متدهور يعانيه القطاع الذي تهدمت بنيته التحتية بشكل شبه كلي، خاصة المرافق الصحية. مجمع الشفاء الطبية أحد أهم هذه المرافق، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة، إذ يواجه أزمة متفاقمة بسبب النقص الحاد في الموارد الطبية وتدفق الجرحى والنازحين وسط القصف المستمر من الاحتلال الإسرائيلي. الاحتياجات تتركز أولاً على إعادة إصلاح كل ما يتعلق بالأنظمة التي تضررت. أنا أتحدث كل البنية التحتية تم تدميرها. أشهر كاملة يقضونها المرضى منتظرين إجراء عمليات جراحية، فيبقى واقع المرضى الفلسطينيين أشد قسوة بين ألم المرض وألم فقد ابن أو أب أو أم. أنا الشهر قاعد هنا بستنى عملية البلاتين، بستنى يشغلوا العمليات ويشغلوا قسم العمليات في الشفا، وإيدي يعني تقريباً قربت تخرب وبعاني، وكلها مسكنات في مسكنات اللي باخدها. نظام الخدمات في مستشفى الشفاء انهار بعد أن حاصرته القوات الإسرائيلية في منتصف نوفمبر الماضي، واستأنف المستشفى تدريجياً بعض الخدمات الطبية الأساسية بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية. ومع ذلك، ومع تدمير البنية التحتية واستمرار النقص الحاد في الموارد الطبيعية، فإن مستشفى الشفاء غير قادر على التعامل مع العدد الكبير من الجرحى وأكثر من 15,000 نازح. أعلنت وكالة أونروا ارتفاع عدد موظفيها الذين قتلوا منذ بدء التصعيد في غزة إلى 146 شخصا. وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر. وأضاف المكتب أن ما يقرب من 1,400,000 نازح يعيشون في 155 منشأة تابعة لوكالة أونروا في جميع محافظات القطاع. أكدت منظمة الصحة العالمية أنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية. أضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ 26 من ديسمبر. حذر منسق فريق الطوارئ الطبي بمنظمة الصحة العالمية شون كاسي من تدهور الأوضاع الطبية في مستشفى الأقصى في غزة. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار المسؤول الأممي إلى الوضع الصعب في مستشفى الأقصى واضطرار معظم العاملين بالمستشفى لمغادرته بسبب أوامر الإخلاء. يعد مستشفى الأقصى أهم المستشفيات التي ما زالت تعمل في المنطقة الوسطى من غزة. وردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، أعلنت الفصائل الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة باتجاه المواقع والمدن الإسرائيلية.
هذا وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن أكثر من 30 موقعاً دوت فيهم صفارات الإنذار عقب إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، موضحة أن من بين تلك المناطق ريشون ليتسيون وتل أبيب وحلون واللد وياد مردخاي ومستوطنات غلاف غزة. هذا وتخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في محاور قطاع غزة. أكدت الفصائل أن الاشتباكات تركزت بشكل أساسي في جنوب شرق خان يونس ووسط قطاع غزة، وأكدت الفصائل أنها تمكنت من استهداف 4 آليات متوغلة في حي التفاح شرق غزة وقنص جندي إسرائيلي بمخيم البريج، فضلا عن استهداف قوات راجلة. كما أعلنت حركة حماس عن تمكنها من إفشال محاولة إسرائيلية لتحرير أحد المحتجزين في مخيم البريج، مشيرة إلى أنها تعاملت مع القوة المتعدية وأوقعتهم بين قتيل وجريح. في المقابل أكد جيش الاحتلال أكد إصابة 19 من ضباطه وجنوده بمعارك غزة خلال 24 ساعة الماضية، بينما أوردت صحيفة يدعوت الإسرائيلية أن 9000 جندي توجهوا لتلقي دعم نفسي منذ بداية الحرب على غزة. هذا وأكدت الهيئة الطبية في الجيش الإسرائيلي أن ربع الجنود الذين تلقوا العلاج النفسي لم يعودوا إلى القتال في قطاع غزة. وإلى لبنان، حيث أوردت وكالة رويترز نقلا عن 3 مصادر أمنية أن ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان أدت إلى مقتل قائد كبير في قوة الرضوان التابعة لحزب الله. هذا وأفادت رويترز أن حزب الله فقد أكثر من 130 مقاتلا في الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان منذ بدء القصف عبر الحدود في أعقاب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في 7 أكتوبر. في الأثناء التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجنود جيش الاحتلال المتمركزين على الحدود الشمالية. وخلال اللقاء قال نتنياهو إنه سيفعل أي شيء لإعادة الأمن إلى الشمال والسماح للسكان بالعودة إلى ديارهم. وأضاف نتنياهو أنه يفضل تأمين الحدود الشمالية بالطرق الدبلوماسية دون حرب واسعة. هذا وأغلق عشرات المتظاهرين الإسرائيليين مدخل الكنيست وطلبوا بتحديد موعد في أسرع وقت لإجراء انتخابات مبكرة. اتهم المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو بالفشل، وقامت الشرطة الإسرائيلية بفض الاحتجاجات بسبب غلق الطريق المؤدي للكنيست، وقامت عناصر من الشرطة وحرس الحدود باستعمال القوة مع المتظاهرين لفتح الشارع ولمنع الازدحامات المرورية على الطرق المؤدية للمكاتب الحكومية المختلفة. وفي سياق الأزمة الداخلية، أظهر استطلاع جديد للرأي أجراه معهد كانتار الإسرائيلي أن 64% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الحرب الجارية في قطاع غزة. الاستطلاع الذي شارك فيه 600 إسرائيلي أظهر أن حزب الليكود برئاسة نتنياهو لن يحصل على أكثر من 20 مقعدا مقارنة ب 33 مقعدا خلال الانتخابات الأخيرة التي أجريت في نوفمبر 2022. في الوقت نفسه كشف الاستطلاع أنه إذا أجريت في إسرائيل انتخابات برلمانية فإن حزب معسكر الدولة بزعامة بيني غانتس سيكون أكبر حزب في إسرائيل بفوزه ب 33 مقعدا مقارنة ب 12 مقعدا فاز بها في انتخابات نوفمبر 2022. وعبر 55% ممن شملهم الاستطلاع عن تأييدهم لقرار رئيس الأركان الإسرائيلي بتشكيل لجنة تحقيق تخص أحداث 7 أكتوبر الماضي، مقابل 20% اعتبروا أن القرار لا مبرر له. في السياق أوردت صحيفة يدعوت أحرنوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهداف الحرب على قطاع غزة رغم دخولها شهرها الرابع. وأكدت الصحيفة أن العمليات على قطاع غزة كبدت الاقتصاد الإسرائيلي خسائر قياسية ناهزت 60 مليار دولار.
التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا، وذلك في إطار جولته في المنطقة لبحث المستجدات بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وخلال اللقاء شدد ولي العهد السعودي على أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة واستعادة مسار السلام، كما طالب بضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم. هذا ومن المقرر أن يتوجه بلينكين بعد ذلك إلى إسرائيل في إطار جولته التي تشمل أيضا الضفة الغربية ومصر. أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت وزارة الخارجية البوليفية بالخطوة التي اتخذتها جنوب أفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية، معتبرة إياها خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا. قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية إنه يجب تحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف إشتية خلال كلمة له أنه ينتظر من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بوقف الحرب فورا. يوم الخميس ستقف إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية متهمة بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق شعبنا. يوم الخميس يرفع علم جنوب أفريقيا في قلب فلسطين، تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم أن إسرائيل دولة مجرمة وأنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين. إسرائيل أرادت على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية. اليوم مثل كل يوم منذ عام 48 إسرائيل دولة إجرام. اليوم مثل كل يوم نحن الضحية منذ عام 48. نحن نتألم، أولادنا يقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار. أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن 85% من سكان غزة أصبحوا نازحين، فيما بات 100% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي. تصريحات بوريل جاءت عقب لقائه مع مسؤولي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث أوضح بوريل أن قطاع غزة يستقبل أقل من نصف الشاحنات التي كانت تدخل قبل الحرب. But he will fail. He has failed and he will fail again. All weapon sources at our disposal implies the نفى مصدر مسؤول ما زعمته تقارير إعلامية بشأن وجود تعاون مصري إسرائيلي فيما يتعلق بمحور صلاح الدين فيلادلفيا، وأكد المصدر أن الأنباء التي أثيرت في هذا الشأن عارية عن الصحة. هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث تم اليوم إدخال 120 شاحنة مساعدات إلى أهالي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني ووكالة أونروا. وأوضح المصدر أن 4 شاحنات تحمل كمية من السولار و116 شاحنة تحمل كميات من المساعدات الإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه. السادسة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. الخارجية السودانية تدين محاولات إعادة تصويت قيادة الدعم السريع بعد زيارة دجلو لدول إفريقية.
أدانت الخارجية السودانية إطلاق قوات الدعم السريع لحملة دعائية وصفتها بالكاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادتها من خلال زيارة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو لعدد من الدول الإفريقية. وأكدت الخارجية السودانية التزام الحكومة بتحقيق السلام على نحو ما أكده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، كما أوضحت أن قوات الدعم السريع لا تزال منهمكة في ارتكاب ما وصفته بفظائع التطهير العرقي. أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بموقف مواطني بلاده للدفاع عن الصومال، ودعاهم إلى التوحد للدفاع عن سيادة البلاد، فيما دعا الشعب الإثيوبي إلى عدم الانخداع بالجهود التي تبذلها الحكومة الإثيوبية. وثمن الرئيس الصومالي مشاعر مواطني البلاد تجاه انتهاك إثيوبيا ورفضهم لأطماعها، مؤكدا أن ذلك يعكس وحدة الشعب الصومالي في كافة أرجاء البلاد. تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقريرا عن اقتراب مركبين صغيرين من سفينة تجارية على بعد حوالي 50 ميلا بحريا جنوب شرق ميناء المخا اليمني. وأضافت الهيئة أنه لم يتم رؤية أسلحة، وتم الإبلاغ عن أن السفينة وطاقمها بخير. أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية الإبلاغ عن 35 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية على الخطوط الأمامية خلال 24 ساعة. وذكرت الهيئة أن الجيش الروسي شن 11 هجوما صاروخيا و69 غارة جوية، فضلا عن 53 هجوما من خلال أنظمة إطلاق متعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، مشيرة إلى سقوط قتلى وجرحى نتيجة الهجمات الروسية. ارتفع عدد المتقدمين بطلبات اللجوء في ألمانيا العام الماضي إلى 351,915 شخصا، بزيادة 51% مقارنة بالعام السابق. وذكر المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين أن العدد الأكبر من طالبي اللجوء من سوريا، حيث بلغ عددهم ما يقرب من 104,561 طلبا. وكذلك المواطنون الأتراك وأعددهم 62,624 طلبا للجوء، فضلا عن 53,582 أفغانيا. أعلنت الرئاسة الفرنسية استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن. وأفادت مصادر قريبة من السلطات التنفيذية الفرنسية أن وزير التعليم جابرييل أتال هو الأوفر حظا لخلافتها. يأتي هذا بعدما أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو تكهنات حول إجراء تعديل حكومي في ديسمبر الماضي، من خلال الوعد بمبادرة سياسية جديدة بعد أن شهد عام 2023 أزمات سياسية ناجمة عن إصلاحات مثيرة للجدل لنظام التقاعد وقوانين الهجرة. أكدت كوريا الجنوبية أنه لم تعد هناك منطقة عازلة مع كوريا الشمالية بعد إطلاق بيونغ يانغ قذائف مدفعية بالقرب من حدودها البحرية مع سول. وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية انتهكت الاتفاق العسكري وأجرت تدريبات على إطلاق القذائف المدفعية على مدى الأيام الثلاثة الماضية في المياه الواقعة قبالة الساحل الغربي. وإلى اليابان، حيث ارتفعت حصيلة القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب وسط البلاد في الأول من يناير إلى 168 قتيلة، بينما لا يزال 323 شخصا في عداد المفقودين. وأدى الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة بمقياس ريختر وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي إلى إصابة نحو 560 شخصا بحسب سلطات مقاطعة إيشاكاوا الأكثر تضررا من الكارثة.
زلزال مدمر ضرب وسط اليابان في الأول من يناير مخلفاً أكثر من 160 قتيلاً، بينما لا يزال أكثر من 320 شخصاً في عداد المفقودين وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات المحلية. الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة وتسبب بانزلاقات أرضية وأعقبه تسونامي أدى إلى إصابة أكثر من 560 شخصاً حسب بيان صادر عن مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً من الكارثة. عمال الإنقاذ ما زالوا يواصلون جهودهم للبحث عن أشخاص ما زالوا مفقودين أو معزولين بسبب الطرق التي تضررت جراء الزلزال ولإيصال مواد غذائية ومعدات للمتضررين. ويعقد الطقس البارد مهمة عمال الإنقاذ، وتمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ امرأة تسعينية من حطام الزلزال، لكن عمليات الإنقاذ كانت صعبة بسبب تساقط الثلوج. وهذا أول زلزال يتسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في اليابان منذ الزلزال المدمر الذي ضرب كوماموتو وخلف 276 قتيلاً عام 2016. وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادي، وهي واحدة من الدول التي تضربها الزلازل بشكل متكرر. ولا تزال ذكرى الزلزال المروع الذي بلغت قوته 9 درجات وأعقبه تسونامي ضخم في مارس 2011 على سواحل البلاد الشمالية الشرقية ماثلة في أذهان اليابانيين، وهي كارثة أدت إلى مقتل أو فقدان 20,000 شخص. وأدت تلك الكارثة أيضا إلى حادث فوكوشيما النووي الأخطر منذ تشيرنوبيل عام 1986. أجرى رجال الإنقاذ عملية إنقاذ أكثر من 20 شخصا من الفيضانات في ولاية فيكتوريا الأسترالية، هذا وحذر المسؤولون من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف لمنطقة تغمرها المياه بالفعل في أحدث موجة من الطقس العاصف تضرب الساحل الشرقي للبلاد. في أحدث موجة من الطقس السيء تضرب ساحلها الشرقي، تواجه أستراليا عواصف شديدة تهدد بحدوث أضرار واسعة. المسؤولون في ولاية فيكتوريا حذروا من مزيد من الفيضانات مع اجتياح العواصف منطقة تغمرها المياه بالفعل وهددت حياة العديد من المواطنين، حيث تمكنت فرق الطوارئ من إنقاذ أكثر من 20 شخصا من الفيضانات في الولاية. وتلقى رجال الإنقاذ في الولاية ما يقرب من 700 مكالمة طلب للمساعدة، وأجروا 26 عملية إنقاذ حول بلدة بنديجو التي تبعد حوالي 120 كيلو مترا شمالي ملبورن. السلطات المحلية أصدرت 7 تحذيرات من الفيضانات في جميع أنحاء فيكتوريا، ومن المحتمل حدوث سيول خطيرة مع تساقط الأمطار شرقا باتجاه الساحل. مكتب الأرصاد الجوية من جانبه توقع أن تؤدي الأمطار والعواصف الرعدية إلى هطول ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار، أي أكثر من معدل هطول الأمطار خلال شهر في بعض المناطق على حزام عريض يمتد من جنوب غرب ولاية نيو ساوث ويلز إلى شمال شرق فيكتوريا. قدم رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التهنئة للشيخ محمد صباح السالم الصباح على صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لوزراء الكويت. وفي اتصال هاتفي أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته للشيخ محمد صباح السالم الصباح بالتوفيق في مهامه لتحقيق الخير والسلام والرخاء لشعب الكويت الشقيق، مؤكدا استمرار التنسيق الوثيق بينهما لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية. من جانبه أكد الشيخ محمد صباح السالم الصباح عمق العلاقات التي تربط مصر والكويت وما بين الشعبين من روابط تاريخية، وهو ما سيعمل على دعمه بالتعاون مع رئيس مجلس الوزراء. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وأكد مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد. وفي الوقت ذاته حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر. وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى حصول المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لمصر على الخدمات في قطاعي التعليم والصحة بالمساواة مع المصريين، وذلك على الرغم من التحديات التي يواجهها هذه القطاعات. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، واستعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها منذ آخر اجتماع لها، ووافقت على تقنين أوضاع 107
87 كنيسة ومبنى تابعة، ليبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 3160 كنيسة ومبنى تابعا. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس هيئة الدواء المصرية لاستعراض جهود الهيئة في عدد من ملفات العمل. وخلال الاجتماع تم استعراض ما تم تنفيذه من الخطة الاستراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية، وأسهم في تحقيق وفرة في الفاتورة الاستيرادية خلال العام الماضي بنحو 500 مليون دولار، حيث تمت مراجعة مختلف المجموعات العلاجية والمستحضرات الطبية وصولا إلى تحديد المستحضرات ذات الأهمية العلاجية للمريض والتي يعتمد على استيرادها بشكل رئيس، والعمل على توطين تلك المستحضرات من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية. أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم إجراء 500 ألف عملية جراحية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منها أكثر من 35% من العمليات الجراحية المتطورة وذات المهارة العالية. وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 2,800,000 فحص طبي شامل لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بعدد من المحافظات، مؤكدة أن الفحوص الطبية هامة في عمل وبناء الملف الطبي لكل منتفع بخدمات المنظومة. أقيمت بمطار القاهرة الدولي احتفالية بمناسبة تنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد في مصر بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2، وتم تنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد عن طريق شركة المصريين أو الدور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني بمصر بأحدث التقنيات العالمية. في مؤتمر صحفي تم الاحتفال بتنفيذ أول شاشة عرض خماسية الأبعاد في مصر، وذلك بين صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، والتي تم تنفيذها عن طريق شركة المصريين أو الدور التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني بمصر بأحدث التقنيات التكنولوجية. دايما الشركة المتحدة بتسعى من خلال شركاتها التابعة ان هي تنتجريت او تعمل تكامل بين الشركات التابعه علشان تقدم خدمه للقطاع الخاص وللسياحه المصريه بالشكل الدولي والشكل والمعايير الدوليه اللي ترضي. طبعا احنا النهارده عند صاله 2، الشاشه دي مش بس هتساعد على ترويج منتجات تقوم على التصدير، ايضا هتساعد على مقاصد سياحيه مصريه. في كل مجال عملنا احنا متجهين ان القطاع الخاص يبقى ايد بايد معانا في كل شغلنا، لانه في الاخر القطاع الخاص هو اللي بيكمل التنميه، وده التوجه الرئيسي للقياده السياسيه ان نزود الاستثمارات المختلفه للقطاع الخاص. ومن هنا جت الشراكه بيننا وبين الجانب الاماراتي، وبنشكرهم جزيلا طبعا على المشاركه الفعالة في اللونش بتاع الشاشة دي النهاردة. الحقيقة شركة مصريين أو الدور هي الوكيل الإعلاني الحصري للإعلانات في مطار القاهرة، وهم كانوا شغالين بقالهم حوالي سنة ونص على خطة لتطوير المطار من ناحية الإعلانات وشكلها في السنة ونص اللي فاتوا. الحقيقة هم قاموا بمجهود كبيرة جدا على رأسهم الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة، ولو أنت دخلت المطارات دلوقتي هتلاقي شكل مختلف تماما يضاهي أي مطار أوروبي في الشاشات اللي موجودة فيها. الشاشة تقدم حلولا إعلانية مبتكرة من خلال تجربة بصرية مميزة تحدث تأثيرا ملحوظا على المشاهد وتجذب الانتباه، كما تواكب أحدث الاتجاهات العالمية. احنا عملنا بلان ان شاء الله هنبدأ، بدأنا بالشاشة دي وهنعمل كذا شاشة تانية في المطار في الصالات المختلفة، وهنطلع برضو بره المطار ان شاء الله، وهتبقى حاجة مختلفة
مختلفة تماما. الناس يعني لغاية دلوقتي الناس بتشوف السكرين دي وبيتصوروا معاها، ده لسه ما بدأناش ولا عملنا اوبننج ولا حاجة، فأكيد هتعمل سوق خصب ومليان بالأفكار الجديدة والإبداعات الجديدة، سواء العملاء اللي عايزين يعملوا إعلانات، سواء حطينا عليها كونتنت نشجع السياحة لحاجات للأماكن السياحية في مصر. يعني كذا فكرة في دماغنا دلوقتي وندرسها، وإن شاء الله قريب هتشوفوا حاجة تانية إن شاء الله. الحقيقة دي تكنولوجيا عالية جدا لأول مرة في مصر، والحلو فيها أنها تبقى أول مرة في مطار القاهرة. فكرة رائعة لتعريف الركاب وخصوصا الأجانب بالحضارة المصرية والدعاية والإعلان. في خطة موضوعة كتير، في حاجات كتيرة جدا بتتعمل، في تطوير كل يوم في مشاية من الجراج المتعدد لمبنى 2 ومبنى 3، في سيور جديدة، في براندات جديدة بتخش المطار، كل يوم في تطوير. الحمد لله أنا كتير فرحانة وكلنا فرحانين بالإنجاز اللي شفناه اليوم. فرحانة كتير بالتطور اللي سوق الإعلاني راح يشهده بمصر من خلال إيجيبشن أوت دور ومجموعة الفخر. بشكر كل طاقم العمل على المجهود الجبار اللي اشتغلوه، والحمد لله اللي وصلنا له اليوم. إن شاء الله في بلان كبيرة، هي تعتبر أول خطوة، اللي شفناها اليوم هي فقط بداية. هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة لتطوير مطار القاهرة الدولي لمنافسة أحدث المطارات العالمية، إلى جانب الارتقاء بالخدمات المقدمة للمسافرين، فضلاً عن تزويد المطار بأحدث النظم التكنولوجية. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. وصلت الدولة على مدى عام 2023 تنفيذ استراتيجيتها لتحقيق نهضة عمرانية شاملة يستفيد منها كل فئات المجتمع، كما استمرت الدولة في تنفيذ المشروعات في ملفات المياه والصرف الصحي. طفرة كبيرة حققتها الدولة المصرية وتفوق غير مسبوق أنجزته في إطار خطتها الطموحة للنهضة العقارية التي بدأتها منذ عام 2014، حيث بذلت جهوداً ضخمة وحققت نتائج مميزة جعلت تجربتها العمرانية محط أنظار العالم. الدولة حرصت منذ البداية على تكثيف العمل في مختلف الملفات والمحاور في نفس الوقت لتحقيق إنجاز كبير وسريع، فعملت على كل المحاور مثل محور الإسكان الاجتماعي والمتميز والفاخر، بالإضافة لطرح الأراضي التي تناسب مختلف الفئات المجتمعية، بجانب استمرار العمل على المبادرات التي لاقت قبولاً واسعاً من المواطنين. كما وضعت نصب أعينها هدفاً كبيراً متعلقاً بإنجاز الأعمال في ملف المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي، وذلك استمراراً لتحقيق النهضة وتنمية المدن العمرانية الجديدة وتطوير المدن القائمة بالفعل. وعلى صعيد المدن العمرانية الجديدة، بلغ عددها 61 مدينة بمساحة 2.3 مليون فدان، ويسكن هذه المدن حالياً أكثر من 11 مليون نسمة، ومن المقرر أن تستوعب أكثر من 80 مليون نسمة مستقبلاً. المدن الجديدة تضم كذلك مناطق صناعية بمساحة 152,000 فدان، ويبلغ حجم الاستثمارات المتوقعة بها خلال الفترة المقبلة 200 مليار جنيه. أما على صعيد معدلات الاستثمار بالقطاع العقاري، فقد زاد الإقبال على الفرص الاستثمارية خلال الربع الأول والثاني والثالث من العام 2023 عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 بنسبة تجاوزت 42%، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المحجوزة خلال عامي 22 و23 وحتى الآن أكثر من 1718 قطعة أرض بمساحة تتجاوز 7.8 ألف فدان، وتوفر أكثر من 230 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها. كما تضاعف الإقبال على الحصول على قطع الأراضي بالدولار منذ مطلع عام 2023، حيث بلغ عدد القطع المحجوزة 849 قطعة أرض بمساحة 3560 فداناً، توفر 150 ألف فرصة عمل لتنفيذ المشروعات عليها. بينما بلغ عدد الطلبات لحجز الأراضي بالدولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 629 طلباً، فيما بلغت مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بنظام الحصة العينية والنقدية أكثر من 76
40 مشروعا في 8 مدن جديدة بمساحة 15.3 ألف فدان توفر 310,000 فرصة عمل. هي إذن جهود كبيرة ونتائج غير مسبوقة حققتها الدولة في إطار خطتها الطموحة لتحقيق طفرة عقارية. والآن مشاهدينا الكرام مع أخبار المال والأعمال. الجولة الاقتصادية ومصطفى مزار، إليك مصطفى. شكرا يوسف عبدين، شكرا نهى توفيق. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في أولى جولاتنا في نشرة التاسعة الجولة الاقتصادية. استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في العدد الجديد من مجلته الدورية آفاق اقتصادية معاصرة، استعرض أبرز الخبرات الدولية والإقليمية في إنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة، وتضمن العدد الإشارة إلى أن قرار وإقرار المناطق الاقتصادية الخاصة يعد خطوة فعالة نحو تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. كما تمت الإشارة أيضاً إلى الأهمية الاستراتيجية لتلك المناطق ودورها الفاعل في تشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشغيل ملائمة للأعمال كافة. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على تباين في ختام التعاملات، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثالثة على التوالي، بينما ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وما نسبته إي جي إكس 100 وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ربح 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.751 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 بما نسبته 2% ليصل ويحقق ما قيمته ويغلق عند 25,344 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بما نسبته 1.52% ليغلق عند مستوى 5,764 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بما نسبته 1.21% ليغلق عند مستوى 8,250 نقطة. انخفضت أسعار النفط بأكثر من 4% كنتيجة لخفض شديد في الأسعار من السعودية وزيادة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك. هذا وقد هبط خام برنت ب 4.2% أي ما يعادل 3.38 دولار إلى 75.38 دولار للبرميل، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 4.7% أي 3.52 دولار ليصل إلى 70.29 دولار. قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، قال إن الخطر الاقتصادي الأول في العالم هو جيوسياسي، وحذر لومير من أن الصراع في الشرق الأوسط وتزايد انعدام الأمن في الممر الملاحي في البحر الأحمر ووقوع حادث في مضيق تايوان من شأنه أن يثير تساؤلات حول الاستقرار الدولي ويكون له أيضا تأثير دائم على التجارة العالمية. في ألمانيا أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر، وذلك مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي. أكد المكتب الإعلامي أن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل الأوروبي ب 1.8%. أظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 20.4 مليار يورو في نوفمبر مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.
أغلق مزارعون طرقا سريعة في أجزاء من ألمانيا من أجل بدء أسبوع من الاحتجاجات ضد خطة الحكومة لإلغاء الإعفاءات الضريبية على وقود الديزل المستخدم في الزراعة لسد فجوة تقدر ب 17 مليار يورو في ميزانية 2024. وفي بعض المناطق استخدم المزارعون الجرارات لإغلاق طرق الدخول إلى الطرق السريعة، ويخططون للاحتجاج أمام بواب براندبورغ في برلين، فضلاً عن تنظيم سلسلة من المظاهرات الأخرى بالجرارات في جميع أنحاء الدولة الألمانية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرتنا نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى فيها من أخبار مع الزملاء يوسف ونهى. شكرا لك مصطفى. تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تنطلق فعاليات الدورة الجديدة في 24 من يناير الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة. وتحل النرويج ضيف شرف تلك الدورة، ويفتح المعرض أبوابه للجمهور ثاني يوم افتتاحه الرسمي. نجحت البعثة الأثرية الإسبانية من جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم، نجحت في الكشف عن عدد من المقابر تعود للعصرين البطلمي والروماني وعدد من المومياوات من العصر الروماني. يأتي ذلك خلال أعمال حفائر البعثة بمنطقة البهسنة الأثرية بمحافظة المنيا، حيث تم اكتشاف مقابر من العصر الروماني في الناحية الشرقية من الجبانة العليا بالبهسنة. كما تم العثور لأول مرة في منطقة البهنسة على تماثيل التراكوتا تصور المعبودة إيزيس وهي تضع على رأسها إكليلا نباتيا يعلوه تاج. والآن إلى آخر أخبار الطقس. والآن مع ميزار مرة أخرى، تفضل ميزار. شكرا نهى وشكرا يوسف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها من محافظة القاهرة. فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 21 درجة والصغرى 12 درجة، والجو في القاهرة معتدل. في الأسكندرية 21-12 الجو معتدل، وفي مطروح 20-11 الجو معتدل، في بورسعيد 21-13 الجو أيضا معتدل، في الإسماعيلية 22-12 الجو أيضا معتدل. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 22 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، والجو فيها معتدل. في العريش 22-10 الجو أيضا معتدل، في طابة 23-12 الجو معتدل، في شرم الشيخ 29-16 والجو فيها مائل للحرارة، وفي الغردقة كذلك الجو مائل للحرارة تشير درجة الحرارة إلى 28 درجة والصغرى 15 درجة. في محافظة الأقصر درجة الحرارة العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات والجو فيها معتدل، في أسوان 29 درجة 15 الصغرى والجو فيها مائل للحرارة، في الوادي الجديد 24-6 والجو فيها أيضا معتدل، في شلاتين 28-20 مائل للحرارة، وأخيرا في حلايب 27-19 والجو فيها معتدل. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
انتهت أخبارنا، وهذه تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي ونظيره الفلسطيني يطالبان المجتمع الدولي بالعمل على تسوية القضية الفلسطينية، ويجددان رفضهما لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين. في اليوم 94 على العدوان، غارات مكثفة على أنحاء غزة ورشقات صاروخية تطال المدن الإسرائيلية، وتظاهرات للمطالبة بحل حكومة نتنياهو. قبيل أيام من جلسة محكمة العدل الدولية، أشتية يطالب بتحميل إسرائيل مسؤولية الإبادة الجماعية في غزة، وبوليفيا تؤيد الدعوة المقامة ضد الاحتلال.